أهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن قارة أفريقيا، وهل فعلا في قبائل بياكلوا لحوم البشر؟ في عالم تاني خالص على كوكب الأرض اللي بنعيش فيه موجود قبيلة غريبة بتتغذى على أكل لحوم البشر وأكل جثث موتاها. القبيلة دي موجودة في جزيرة غينيا الجديدة وموجودة بالقرب من بحر أرافورا وتدعى قبيلة كوروين. والقصة بدأت بعد ما اختفى ابن حاكم مدينة نيويورك وهو بيجمع بعض القطع بجزيرة بوبي، لكنه اختفى في ظروف غامضة وما تمش العثور عليه، وده كان سنة 1961. وباحثين الآثار أكدوا أثناء البحث عن نيلسون بأن قبيلة لوكورواي عثروا على نيلسون وقاموا بقتله وأكله. والدراسات أثبتت أن قبيلة لوكورواي بتعيش على الجزيرة من 100,000 سنة، وبعض العلماء بيقولوا أن مجتمع قبيلة اللوكورواي لم يتوصل لديهم بأن هناك بشر في أي مكان على سطح الكرة الأرضية، وأنهم الوحيدين بس اللي موجودين في العالم. وعلماء الأنتروبولوجيا أكدوا أن نسبة الوفيات اللي موجودة في القبيلة دي ضئيلة جدا، وبيستمدوا العلاج بتاعهم من النباتات الموجودة على الجزيرة. من أغرب القبائل كمان قبيلة الماساي، ودي قبيلة شبه رحل وبتمركزوا في كينيا وشمال تنزانيا. وأغرب عاداتهم إنهم بيقوموا بشرب دم البقر بعد مزجه بالحليب، وبيعتقدوا إن دم البقر ده بيعطي بروتينات أكثر من اللحم واللبن. لكن الأغرب الطريقة اللي بيستخرجوا بها الدم من البقر، فده بيكون من خلال غرس سهم في رقبة البقر، وبعد كده يجمعوا الدم ده في وعاء ويمزجوه بالحليب ويشربوا الدم ده في المناسبات الخاصة زي مراسم الزواج أو الختان الجماعي. وبيقدموا دم البقر للحوامل والمرضعات اعتقاد أنه بيقوي جهاز المناعة عندهم. ومن العادات الغريبة عندهم أن الفتى الصغير لازم عشان يثبت أنه كبر وبقى كبير لازم يقتل أسد باستخدام حربة. أما بقى عن أغرب العادات اللي موجودة في جنوب أفريقيا، منها قبائل موساي وسارة وسورما، دول موجودين بين أثيوبيا والسودان وتشاد. أغرب عاداتهم استخدام صحن الشفة أو سدات الشفة أو قرص الفم، بيستخدموها النساء للتزيين. هو مصنوع من المعدن أو من الخشب، وما توصل البنت لسن 15 أو 16 سنة بيتم قطع الشفة السفلية ووضع هذا القرص فيها، واللي بيقوم بده يا إما والدتها يا إما أي سيدة كبيرة في القبيلة، وبيتم وضعها لمدة 3 أشهر. والنساء بيتنافسوا في تكبير حجم الشفاة، وبيقوموا بالتزيين بالأطباق دي برسومات مختلفة وبيكتبوا أسمائهم عليها، وعن طريق ألوانها وشكلها بيتم التعرف على المرأة دي هل هي متزوجة أو عزباء أو أرملة. وبكده نكون خلصنا الفيديو، بس قصص وأساطير أفريقيا لسه ما انتهتش. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشترك في القناة.